نتكلم بقى على الجلاس دوم، احنا على بعد 9 متر، تمام. فخلينا على بعد برضو قليل، السينما ساعات بيرخم شوية لما البعد بيبقى بايخ، تمام. خلينا مثلا على حاجة زي وليكن متر مناسب، وناخد سلندر ونصغر السلندر شوية. على فكرة حتة ان احنا نشتغل بالريل وورلد سكيل هتوفر علينا وقت جامد قوي في عملية الريندرينج، على فكرة وقت جامد جدا، تمام. فحاجة ظريفة يعني، حاجة كويسة للحلال. نطلع بده كده مثلا، تمام، ونطلع بده فوق شوية. هروح للسبلاي وعلى طول جرات شيدنج وديتابل ورايت كليك، رايت كليك اوبتمايز، وناخد دي يو ال من غير يو ال، رايت كليك لوب باس كات، او من غير لوب باس كات هناخد دول ورايت كليك، وهناخد اكسترود انر هناخدها. جوه سنة ورايت كليك وهناخد اكسترود لفوق، تمام، بالمنظر ده كده. يو ال وهاخد دول وهسكلهم بس لبره سنة. ليه؟ لان انا عايز اعمل هنا حفر، فهعمل رايت كليك واروح ل اللوب باث. خلي بالك لو انت عندك حاجه زي دي معمول لها سيلكت، اتاكد ان ريستريكت تو سيلكشن متشاله عشان ما تضغطش كده فيعمل سيلكشن. فانا هاخد دي كده وهاخد دي كده يو ال، ونروح للفيسز رايت كليك وهاخد اكسترود انر سنه كده لجوه، بعد رايت كليك واقوم واخد اكسترود لتحت بالشكل ده. بعد كده هقوم رايح ل ال لدول، اوبس ده ودي يعني اللي تحت دي مش هتبقى ارجنت قوي، لكن بالمره يعني بما اني خدت دول هقول له سيلكت سيت سيلكشن، وناخد البيفل. تقريبا الورشه دي هي اليوم العالمي للبيفل يعني. هنعمل كده ونحط دي جوه دي، دي هتبقى 0.2 مثلا، ممكن 0.1، وناخد كام سب ديفيجنايه. عايز اشوف بس البيفل كويس ولا مبالغ فيه. افتكر ان هو لو بقى 0.2 هيبقى اظرف. بعد كده هاخد دول، ولو انهم والله ما هماش ضروري، لكن خلينا نشتغل كلين وورك. بيفل وهبيفل سنه بس بسيطه كده، وهقوم اديها كام صب بشكل بس يعني خلي الدنيا بتاعتنا كلين وكويس. بعد كده هروح اخد كابسول، هسكيل الكابسول، تمام. هنا بقى على حسب الشكل ممكن تسيبها كده، وممكن ان احنا اشتغل على حاجة زي الكاب سيجمنت، والله ما عارف يعني، ممكن كده مثلا
وهنطولها. بص يعني قبل ما بص قبل ما نطولها هنرفع الهايت ممكن الكاب سيجمنت، والله احنا ممكن نخليها كده. وممكن تعرفوا ان الاويل تانك تنفع احسن من دي، بس ماشي. هقول لكم حاجه احلى من كده، شيل دول الهايت سيجمنتس، دول هنخليهم صغيرين. وبرضو الكاب سيجمنتس نفس الحكاية، اديتابل فيرتسز اف 3. وهروح اخد دول ديليت. تمام، بعد كده هضيع السلكشن ده ورايت كليك اوبتمايز. بعد كده مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2. المره دي انا مش عايزها 2، المره دي انا هروح اعمل كده واقوم رايح واخد الموف وهسناب للفيرتسز بالمنظر ده. ليه؟ لان انا عايز ان انا اشتغل على عايز ان انا اشتغل على السكيل من تحت، بدل ما كل شويه اقعد اغير. في الغالب انا مش هشتغل على السكيل، في الغالب انا هرفع دي فوق واقوم واخد الكام فيرتسيز دي واقوم منزلها لتحت. بس كده جت الدوم. تمام، حاجة ب نرفع دي كده سنة. بعد كده هروح هنا يو ال وناخد دي، هطلع ل اف 2 تمام كنترول وهسكيل سكيل لبره. عايز اروح ل اف 1 تاني، كنترول زد، كنترول هسكيل لبره شويه كده. بعدين خدها تمام، جميل جدا. دبل كليك على دي وهنرفع، لا هنخلي دي كده، هنرفع دي فوق شويه و المفروض عايز اعمل لها سكيل. عايز اعمل لها سكيل. طيب خلينا ناخد كل الفيرسز دي بعد كده نيجي رايت كليك وناخد بيفل، بيفل دي شوية هتدينا بعد كده شكل ظريف جدا. اهم حاجة دي قلنا انها هتبقى ازاز، بما انها هتبقى ازاز يبقى مش عايز اسيب السيرفس بالشكل ده. اسهل طريقة، اسهل طريقة ان انا اخد الكبسول اللي فوق دي واحطها جوه كلوز سيرفيس. في الكلوز سيرفيس انا ممكن اقول له مش عايز سب ديفيجن، بس تعالى كده ندلل دي ونشوف السمك. عايز اقول له اديني ثيكنس وليكن سنتي واحد، حتى مش شرط سنتي، يعني لو قلت له 0.5 ودي هنحطها جوه سب ديفيجن سيرفيس. تمام، يمكن انا عشان كده قلت له انا مش عايز سب ديفيجن خالص من الكلوز سيرفيس، بس هخلي ده وليكن 2 او 1 1.5. تمام، علشان
بس الفكرة ان يبقى فيه زي ما انتم شايفين يبقى فيه thickness. من غير ده هناخد خامة ازاز فيك لبكرة، تمام؟ هناخد خامة ازاز فعلا مش اللي هي. فانا هاجي في ده واقول له اكس رايز عشان ابقى شايف الدنيا ماشية ازاي. افتكر ان هي كويس، ولو اني عايز اعمل يو ال واخد ده مثلا ورايت كليك اكسترود واخد اكسترود كده لقدام مثلا، تمام يو ال ده وده اوبس شيفت شيفت مع ده ورايت كليك واخد بيفل وابيفل دي بالمنظر ده. دي فيها بيبقى هنعمل رايت كليك واقوم قايل له كارنت ستيت اوبجكت، هنشيل ده ونيجي على دي، تمام. انا ما كنتش شايف البيفل ده علشان كده ما خدتش بالي. طيب current state object هناخد ده هنشيله ونرجع لده تاني، اخد الفيسز وبعدين UL واخد دول ورايت كليك اكسترود واكسترود ده لبره الفكره، بس اخد مساحه هنا UL تاني اوه كنترول زد UL تاني واخد ده شيفت مع ده ورايت كليك بيفل وهاخد دول بالمنظر ده كده يمكن، بس هديله هزود هنا السب ديفيجنز، تمام، بحيث دي تبقى هي الدوم الدوم بتاعتنا بالشكل ده. موديل بسيط، مفيش فيه حاجه، مفيش فيه كلام كتير، مفيش فيه شغل كتير، بس طلع ظريف يعني. يمكن ده كمان هيساهم شويه، دي هتساهم حبه في ان يبقى فيه هنا ديتيل ما كناش قصدينها بصراحه، بس اهي جت. برضو عندنا افتكر ان دي محتاجه يتعمل لها سكيل، محتاجين تعمل لها سكيل. تمام بس عشان تخش، مش عارف ده وضعها ولا محتاجة ايه بالظبط. افتكر هي كده، افتكر تمام يعني مش هتأثر معانا قوي، تمام. افتكر هي كده، افتكر تمام جدا. وكده خلصنا كمان من الدوم. لو احنا بقى احنا عملنا كده الجرات شيدنج هنلاقي نفسنا خلصنا من الدوم بالمره. هنيجي كده ونسنتر الاوبجكت بتاعنا في النص، هو كده كده في السنتر اصلا. هناخد كل دول الت جي ودي هنسميها دوم، فايل سيف اوبجكت بريسيت دوم، هناخد اوكي وكده نبقى خلصنا الدوم. في المحاضره اللي جايه هنتكلم ازاي نعمل البوك او نعمل الكتاب.